فيديو بيظهر فيه وهو يقوم بدق وشم على يده 2013 ل2020 معلقا عليه بالنهاية. وظهرت يده في مقطع الفيديو موشوم عليها الأحرف الأولى من أسماء أولاده حلا وعبد الله ومحمد وغزل وليلي روز، كما بعث برسالة لطليقته الفنانة دنيا بطمة من خلال حساب الرسمي مكتوب فيها: شكرا لك على أجمل وردتين في بستان حياتي، شكرا لأنك رسمتي ابتسامة في يوم من الأيام، شكرا على العشرة ووقفتك معايا في أصعب أيام حياتي، شكرا للحظات الجميلة، ستبقي أم بناتي ويبقى الاحترام. 2013-2022 إلا الكرامة. لعلها صلاح من رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. واختتم رسالته بالآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.